القضية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث تابع سيادته اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمام وحرص سيادته البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، وذلك بحضور السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس ناقش خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، فضلا عن بعض الشؤون العامة المتعلقة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كافة المجالات. وقد أعرب السيد الرئيس عن سعادته لما لمسه من وعي وإدراك سليم من جانب المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي، ولحرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسؤولية وطنية عظيمة ومواصلة العطاء جيلا بعد جيل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أضاف أن السيد الرئيس شدد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون الأداء.